السلام عليكم أحلى متتبعين قناة ذاتية جوهرة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير حلوة عيد الميلاد بثلاث طبقات، يعني خاصة فقط للمبتدئات والناس اللي ما عندهمش لوازم الحلويات، فقط بهذه المكونات يعني تقدروا توجدوها. خليكم معنا حتى الأخير الفيديو تكتشفوا طريقة تحضير هذا حلوة عيد الميلاد. بالنسبة للطريقة راهي سهلة جدا. هنا الأخوات كما كتشاهدوا معايا غادي نوجدوا معكم الكيك، كيك عيد الميلاد. بالنسبة لطريقة التحضير، هنا الأخوات خدينا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، هنا ضفنا ثلاثة البيضات بحرارة المطبخ. بالنسبة للخليط يعني غادي يكون كيك عادي جدا. غادي نضيفو كأس كيف كتشاهدوا معايا، كأس ديال سنيدة وكذلك كأس ديال إلا ربع ديال الزيت النباتية، وغادي نضيف باقي المكونات وغادي نخلطهم بهذا الخلاط الكهربائي باش كيسهل علينا يعني طريقة التحضير. غادي نضيف واحد ياغورت طبيعي، من بعد ان شاء الله غادي ناخذ يعني هاد المكونات غادي نخلطهم في الخلاط، غادي نوضعهم ونخلطهم من بعد نرجع لكم. هنا يعني الاخوات بعد ما خلطنا مزيان الخليط ديالنا، هنا يعني الاخوات بالنسبه لهذا الخليط ديال ثلاث البيضات غادي نديرو في المول ديال متوسط، لان عندي هنايا ثلاثه ديال المول ديال الكيك اللي وجدنا. هنا يعني وجدت كيف كتشاهدوا معايا، وجدت سابقا واحد المول ديال الحلوه اللي هي كيك ديال الطبقه الاولى. هذه الطبقه الثانيه غادي نضيف هنا الدقيق كما كتشاهدوا معايا الاخوات، غنضيف الدقيق بطريقه تدريجيه يعني حتى كنحصل على الخليط ديال الكيك. بعد ما ضفنا الدقيق كيف كتشاهدوا معايا الاخوات، غادي نضيف يعني الخمارات، جوج خمارات. هذه بالنسبه للكيك يعني ديال الطبقه الثانيه هذه ديال الحلوه. هنايا غادي نخلط يعني غادي نضيف جوج خمارات، وهكذا يعني كنضيف الخمارات من بعد كنضيف الدقيق، وغادي نخلطو مزيان يعني حتى كنحصل على الخليط ديالنا. وغادي ناخذ المول، وطبيعة الحال المول بعد ما دهناه يعني بالزيت نباتية او الزبده مع الدقيق، غادي يعني غادي نضيفو يعني غادي نصبو هذا الخليط في المول ديالنا كما كتشاهدوا. هذا مول ديال الطبقه الثانيه اللي هو مول متوسط. هنايا بعد ما حصلت على العدد 8 غادي نضيف هذا الخليط ديالي في هذا المول، بهذه الطريقه. من بعد الاخوات غادي يعني غادي ناخذ شي عود سميتو وغادي نخلط داك الخليط باش ما يجينيش يعني في الوسط، غنحاول يعني نوزعو بطريقه اللي هي متساويه. وبنفس الطريقه غادي نديرو المول المول الثاني اللي هو المول الصغير يعني الطبقه الثالثه بنفس الطريقه، وكندخلوهم الفران مباشره لمده 45 دقيقه. من بعد ان شاء الله غادي نرجعوا نوريكم الطريقه ديال هذا الكيك. بالنسبه لهاد المول الاخوات راه غادي تلقاوهم متوفرين خاصين ديال الطبقات يعني كيتباعوا. بالنسبه لكل مول بالثمن يعني كتاخديه بالثمن ديالو. انا الاخوات ما خديتش المول الثالث اللي هو كبير، فقط اكتفيت بهذا المول اللي عندي في البيت. وبالنسبه لهذا المول صراحه انا كيجيو زوينين بزاف خصوصا في الحلويات ديال عيد الميلاد. هنا الاخوات هذه هي الطبقه اللي غادي نسبقوا كما كتشاهدوا معنا. غادي ناخذوا طبيعه الحال السيرو اللي هو قديناه يعني بالحامض والسكر ودرنا على نار مهيله تحصلنا على هذا السيرو. غادي نسقيو يعني هذا الكيك بهذه الطريقه يعني بثلاثه، هما بثلاثه الطبقات غادي نسقيوه مزيان. من بعد ان شاء الله غادي ندوز نوجد معاكم الكريمه اللي غادي نوجدو. هنا الاخوات نسيت ما قلت لكم بان هذا الكريم كريم باتيسير هو اللي غادي ندير في الوسط، وطبيعة الحال غادي نضيف بعض مكسرات يعني في الوسط، وفي الاخير غادي يعني غادي نغطيها بكريم شونتي. هنا الاخوات بعد ما ضفت كريم باتيسير يعني كريم باتيسير سهل جدا في طريقه التحضير.
بالنسبه للمرحله المواليه الاخوات كيف كتشاهدوا معنا، هنا ياخدينا نصف لتر الحليب يكون بارد طبيعه الحال، وهنا غادي نوجد معكم ان شاء الله لاكريم شونتي يعني كريمه بلاكريم شونتي فقط، يعني هنايا تقدروا تكتفيوا بهذه، لكن من الاحسن الى لقيتوا يعني الاخرى اللي هي كريمه سائله اللي هي خصوصا الهولالا، يعني كتخلطوها مع هذا كريم شونتي يعني صراحه كتطلعها وكتجي صراحه يعني كتجي زوينه وتفت زين، يعني كتكون شاده في راسها. لكن انا حنايا ما تفرش عندنا هاد الكريمه السائله، فقط اكتفينا بهاد الكريمه. غادي نضيف هاد الكيس ديال كريم شونتيي للحليب وغادي نطلعوه فقط يعني بالطراب اليدوي بمولين الكهربائي طبيعه الحال. يعني الاخوات بعد ما قدينا يعني الحلوه ديالنا يعني درنا لهم كريم باتيسيه في الوسط، خدينا هاد العويدات كما كتشوفوا تشاهدوا معايا، وهما باش غادي ان شاء الله نديرهم في الوسط باش ما تهبطش لينا هذيك الطبقه الثانيه اللي غادي نضيفو، والطبقه الثالثه يعني غادي ناخذو وغادي نبقاو نقصرو على التقد ديال الكيك، من بعد كنغطيو يعني بالكريمه. هنا اخوات كريم شونتي غادي نبقاو نقادو يعني نزينو يعني هاد الحلوه ديالنا بهذه الطريقه. بالنسبه لهذه هي الطبقه الاولى، غادي نبقى يعني نسرح الكريمه بهذا الشكل. صراحه الاخوات هذه اول مره يعني نوجدوا معكم هذه الحلوه ديال ثلاث طبقات، لهذا قلنا نشاركوها معكم. هنا الاخوات هذه هي الطبقه الاولى كيف كتشاهدوا معنا، غادي نغطيوها بكريمه بهذه الطريقه. يعني حتى حاجه ما صعيباش، يعني ممكن انكم تنتوما تجربوها. بالنسبه كنهضر مع المبتدئات اللي ما عمرهم داروها، يعني تقدروا توجدوها فقط بمكونات اللي متوفره عندكم في البيت، فقط انها كتبغى شويه الوقت. يعني تقدروا ديروا مثلا الكيك يعني طيبوا الكيك في نهار وغطيه يعني تزينوه، هذا هو الفرق باش يعني تاخذوا الوقت ديالكم الكافي في التزيين ديالها. هنا بعد ما غطينا الطبقه الاولى يعني الحلوه الاولى دخلناها الثلاجة تبرد، من بعد ان شاء الله غادي نعاودوا لها واحد سميتو غنعاودوا لها كريم مره ثانيه. هنا الاخوات هذه هي الطبقه الثانيه كيف كتشاهدوا معنا، كنحاول يعني نقادوها مزيان بهذه الطريقه يعني فقط يعني بهذا الشكل، كنبقى نغطيها مزيان وكندير ليها كنغطيها مزيان يعني بالكريمه بهذه الطريقه، وكندخلها للثلاجه يعني تبرد واحد شويه يعني حتى كتمسك شويه، من بعد كنخرجها وكنعاودوا ليها مره ثانيه. يعني كنقادوها المره الثانيه، هنايا ما درناش ليها الفينيسيون، فقط كنحاولوا يعني نغطيو الجوانب يعني حتى ما تبقاش تبان لينا هذيك الكيك، وكندخلوها للثلاجه، من بعد كنخرج عاد كنفينيوها يعني كنقادوها مزيان. يعني بالنسبه لهذه الحلوه يعني كتبغى صراحه يعني كتبغى لي يعاونك، وهنايا هذه فرصه باش انك تشاركي مع والداتك يعني في تجهيز هذه الحلوه. هنايا الاخوات بعد ما يعني خرجنا هذيك الحلوه بثلاثه الطبقات ودرنا وحده فوق وحده، هنايا خاصنا ضروري انكم يعني ديروا يعني تعاودوا واحد يعني تقدوها من جديد يعني بالكريمه يعني وتقدوها مزيان يعني الفينيسيون ديالها. لكن يعني حنا ما بقاش عندنا داك الكريم، يعني خاصكم ضروري انكم ديروا جوج باكيات ديال كريم شانتيه باش كتحصلوا على واحد حلوه بالطبقات اللي هي مقاده مزيان. حنا ما بقاش عندنا يعني داك الكريم، اكتفينا به اننا نزينوه بهذه الطريقه. وهنا بعد ما قدينا الاخوات بعد ما درنا ثلاثه الطبقات هكا بهذه الطريقه، كناخذوا الشوكولا يعني كندوبوها في حمام مريم وكنديروها في البلاستيك هنايا، وكنديروا دوك الدميعات يعني كنزلوا مع دوك الدميعات بهذه الطريقه، يعني كنحاول يعني نغطي دوك البلايص اللي ما مقادينش مزيان في هذه الحلوه. كيف قلت لكم يعني حلوه يعني خاصه بمبتدئات، هذه يعني اول مره نوجدها معكم، وصراحه في الاخير عطات يعني عطات واحد المنظر جميل بزاف. هنا كنحاول ندير الدميعات وكن
كنغطيها يعني كنبقى ندير من الجوانب وكيهبطوا وكنبقى نعاود باش كيهبطوا بهذوك الدمعات حتى الاخر حتى الاخر ديال الطبقه الثالثه كيف كتشاهدوا معنا. كما كتشاهدوا معنا الاخوات بعد ما يعني زيناها بدوك الدميعات يعني بالطبقات بثلاثهم كناخذوا يعني الحلواني كيس الحلواني كنديروا يعني كريم شانتيه وطبيعه الحال بعد ما ضفنا ليه ملون اللي هو اللون وردي كنبقى ندير هاد وريدات بهذه الطريقه. بالنسبه للتزيين كيف قلت لكم يعني مساله كتبقى مساله اختيار يعني اللي بغيتوا كتقدوا بها يعني كتزينوا بها. انا فقط غادي نكتفي بهذا التزيين يعني بهذه الطريقه. بعد ما زيناها يعني بالجوانب كريم بلا كريم اللي هو غوز هنا الاخوات خدينا الشوكولا يعني البيضاء بعد ما ذوبناها وضعناها من الفوق بهذه الطريقه كنقادوها مزيان. وغادي نزينوها يعني بالورود كيف كتشاهدوا معنا. وهذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا بطبيعه الحال. كيف كتشاهدوا معنا كنبقاو نزينو كنزيدو بعض التعديلات كيف قلت لكم يعني الكيك في الاول يعني كيبان ماشي هو هذاك لكن بعد ما زيناه يعني صراحه طلع زوين وطلع يعني هذا الكيك اللي هو خاص بالانيفيرسير. وكنتمنى يعني تنتوما تستفدوا منه وتجربوه وبهالطريقه يعني حتى حاجه ما صعيباش يعني اي حاجه تقدروا توجدوها وتفرحوا بها وليداتكم وعائلتكم. وصراحه هذا هو الشكل النهائي ديالو صراحه جاء جميل بزاف. كنتمنى وصفتنا اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد. قناتي جوهراء السلام عليكم. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.